FM. الكلمة ليك. واحنا كنا من اول من دعا رئيس الحكومة انه يعلن هذه الحرب، قلنا له راك تأخرت كثيرا. يوم 6 مايو عملنا تجمع كبير في قصر المؤتمرات في العاصمة، ودعينا الحكومة الى خوض الحرب على الفساد، وقلنا لهم فماش حرب على الفساد دون حرب على الفاسدين، وسميناهم بالاسم. قلنا هاي اوكار الفساد، وعلى الحكومة ان تتوجه لهم وتعديهم على القضاء العادل وتحت اضواء الاعلام. ودخل رئيس حكومة في هذه المعركة وحييناه، وقفت معه والتواس وقفوا معه، أهم منا احنا حزب الجمهوري دون تحفظ أيده، وقلنا له واصل هذه معركة وخطوة أولى لم يقدم عليها حتى رئيس حكومة قبله. احنا نأتي لكل ذي حقه، مش خاطر اليوم غادرنا الحكومة نتنكر لما قام به رئيس حكومة في وقت ما. الكلمة ليك.